مش عارفه ايه دي لو ده انا عايزه يعني حد اوتوماتيكي هنا يقعد جنبي يفضل very very يعني كميته قليله جدا يعني
يعني ارقام نقدر نتكلم فيها يعني، لكن مش هينفع انه نتكلم عن الاسيديتي والالكالينيتي بالارقام بالاصفار دي. عشان كده التعبير عن الهيدروجين ايون كونسنتريشن بيتعمل ب بي اتش. بي اتش معناها ده باور اوف هيدروجين، بي اتش اختصار باور اوف هيدروجين. فالبي اتش عشان انا بتبقى تساوي ماينس لودد هيدروجين ايون كونسنتريشن، فبالتالي هتتحول لي الى ارقام اكسبتبل نقدر نتفاهم فيها ونعرف راسنا من رجلينا فيها. اوكي؟ What are the sources of hydrogen؟ الجسم بيجيب يعني طبعا بينجستد مع الفود والميتابوليك. الميتابوليك عندنا نوعين من الهيدروجين ايون، ودي مهمه قوي لانه في نوع اللي هو الجاي من الميتابوليزم الكربوهيدرات، اللي هو كربوهيدرات ميتابوليزم بتديني كربون دايوكسيد اند فود. كربون دايوكسيد از ان اسيد. اوكي، قلنا قبل كده ان احنا دايما كربون دايوكسيد از ان اسيد لانه بيعمل لي كربونيك اسيد، لكن طبعا اديت ويك اسيد. كربون دايوكسيد مع الميه بيعمل لي كربونيك اسيد، بس ذيس از ويك اسيد. اوكي، فالبودي بيجنريت من 12000 ل 20000 ملي مول اوف هيدروجين ايونز بير داي از كربون دايوكسيد. طبعا هايدريتد لكربونيك اسيد، وده بسميه ذا فولاتايل اسيد. وليه اسمه الفولاتايل اسيد؟ لان كربون دايوكسيد از اكسكريتد او از اكسباير او بيخرج من الجسم عن طريق الريسبيريشن، فعشان كده بيسمى فولاتايل، يعني بنخرجه عن طريق ان احنا بنكسباير الكربون دايوكسيد. لكن في نوع تاني من الاسيدز اللي هو اسمه الفيكسد اسيدز. الفيكسد اسيدز دي ما ينفعش مش بتخرج من الجسم غير عن طريق كده. الفيكسد اسيد اللي هي جايه من الميتابوليزم اوف بروتينز وليبيدز اللي فيهم سلفر وفوسفرس، فبتديني سلفوريك اسيد وفوسفوريك اسيد. فالاسيد دي بسميها فيكسد اسيد. الاسيد دي بتتفاعل مع الوايت مع الكربونيت بفر اللي هنتكلم عنه، وتخلي الوايت كربونيت مستواها يقل في الدم، لكن هي نفسها ما اقدرش اخرجها عن طريق الريسبيريشن، بخرجها عن طريق الكدني وارجع اريجنريت الوايت كربونيت زي ما اتكلمنا في حاله ايه؟ الهيدروجين سكريشن والوايت كربونيت ريابسوربشن. قلنا وي سكريت هيدروجين and for each hydrogen ion secreted we have bicarbonate reabsorbed. والبايكربونات دي هتبقى ممكن الفلتر بايكربونات، ودي ستيب تكون خلصت او فاضل قليل قوي، ف we have other buffers اللي هي الفوسفيت والامونيا عشان نسكريت مور هيدروجين ونجنريت نيو بايكربونات، علشان لو البايكربونات لو مستواها قل ارجعها تاني للليفل بتاعها اللي هو من 22 ل 26، او بنحط كافريج 24 ملي ايكوفلنت او ملي مول بير ليتر. اوكي، يبقى انا النوع ده من الاسيد اللي هو الفيكس الاسيد اللي هي ناتجه عن ميتابوليزم او بروتين وليبيد اللي هي سلفوريك والفوسفوريك، دي كميتها اقل 40 ل 60 ملي مول بير داي، وده واحد منهم يعني، ودول لازم الكيدني هي اللي بتعمل لهم اكسكريشن. النوع الثاني من الفيكس الاسيد هما اللاكتيك اسيد. ممكن اللاكتيك اسيد يبقى اكيوليتد، بس ذيس از نوت يعني مش النورمال قوي، لان اللاكتيك اسيد ده هيحصل لو حصل انيروبيك ميتابوليزم، وده بيحصل لو انا عندي مثلا سيفير ماسكولار اكسرسايز، بيحصل في حالات الشوك. الحالات الشوك لو مفيش اكسجين رايح للتيشوز، فالتيشوز هتبتدي تلجا للانيروبيك ميتابوليزم، هتطلع لي لاكتيك اسيد. فاذا اللاكتيك اسيد برضو از وان اوف ذا اسيدز اللي هم لازم فيكس الاسيد. النورمال من نص ل 2.2 ملي مول بير لتر، ونورمال الار بي سيز بتطلع لاكتيك اسيد عشان ما عندهمش ميتوكوندريا. مش كده؟ احنا عارفين ان الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا، فالميتابوليزم بتاعها انيروبيك. واحنا بنقول الار بي سيز ما هياش محتاجه يعني انرجي كتير، فبالتالي كفايه بس يعني عشان كده هي بتطلع برضو لاكتيك. النوع الثالث الرابع احنا الرابع من كل الاسيدز المفروض هم كانوا كده احنا قلنا الكربوهيدرات سوري انا عملتهم بس يبقى في كربوهيدرات اللي هو الكربون دايوكسيد او الفولاتايل، بعد كده البروتينز والليبيدز واللي هو فيكس واللاكتيك اسيد والكيتو اسيد. الكيتو اسيد دي برضو يعني اللي هما
دول برضو مش دايما، دول بيطلعوا نتيجه انه بيحصل فيه فات ميتابوليزم وذ لاكت انسولين. لو مفيش انسولين، الانسولين المفروض هيشتغل على الجلوكوز. لو مفيش انسولين بيبتدي برضو الجسم يلجا الى الفات فور انرجي. فلما بيحصل كده زي في حالات الدايابيتس ميليتس بينتج الكيتو اسيدز اللي هم الاسيتو اسيتيك والبيتا هيدروكسي بيتريك اسيد. فده بيبقى في الكيسز اوف دايابيتس. اوكي، يبقى دول الانواع اوف اسيدز اللي احنا ممكن تبقى produced by the body volatile اللي هو carbon dioxide we get rid of it by expiring it and the fixed acids اللي هم الفوسفوريك والسلفوريك من البروتين والليبيد ده normally. اللاكتيك اسيد بيبقى very little amounts normally منهم اللي من الارض سيت، لكن ممكن يزيد لو حصل حاله شوك او حصل حاله سيفير ماسكولار اكسرسايز. ممكن يحصل ما فيش اكسجين كفايه يبتدي يتكون اللاكتيك اسيد. والكيتو اسيد اللي هما بيتكونوا في حالات الدايابيتس ميليتس ان ابسنس اوف انسولين. المنظر ده بيورينا الهيدروجين ايون سورسز اهو. يعني احنا هنشوف مثلا هنا فوق ايروبيك ريسبيريشن اوف يعني ميتابوليزم بالايروبيك جلوكوز هيديني كربونيك اسيد، هيدروليسيس اوف فوسفوبروتينز هيديني فوسفوريك اسيد، اوكسيديشن اوف سلفر كونتيننج امينو اسيد سلفوريك اسيد، انيروبيك اوكسيديشن اوف جلوكوز هيديني لاكتيك اسيد، اسيديك كيتون بوديز اللي هو نتيجه الانكمبليت اوكسيديشن اوف فاتي اسيد. اوكي، طيب هنعمل ايه للاسيد اللي عمال يبقى بروديوس اول ذا تايم ده؟ ات نيدز تو بي بافر. عندنا ثلاثه بافر او يعني ثلاثه سيستمز تو ريجوليت الاسيد بيز بالانس اوف ذا بودي. اول سيستم اللي هو الكيميكال بافر سيستم، وتاني سيستم اللي هو الريسبيراتوري سيستم، وتالت سيستم اللي هو الرينال سيستم او ذا كيدنز. احنا علشان نبفر الهيدروجين ده وي نيد ثري سيستمز. واحنا عارفين كل ما السيستم اللي في حاجه بتزيد معناها انه اتس فيري امبورتنت، لازم يبقى في سيستمز كتيره تظبط الهيدروجين لانه اتس فيري امبورتنت تو كيب ذيس بي اتش ان ذيس نارو رينج. الكيميكال بفر سيستمز هما اول حاجه هنا برضو بتقول لنا السيستم كيميكال اند فيسيولوجيكال بافر. الفيرست لاين اوف ديفنس ده ما بقول اول بافر سيستم، اول سيستم بيتصرف هو الكيميكال بافرز. الكيميكال بافرز اللي هما البايكربونات والفوسفيت والبروتين، دول ثلاثه مين كيميكال بافر سيستم. السكندري لاين بقى اللي هما الفيسيولوجيكال بافر اللي هما الريسبيراتوري سيستم فور كاربون دايوكسيد ورينا سيستم فور الهيدروجين سكريشن اند بايكربونات ريابسوربشن. اوكي، يبقى انا عندي كيميكال بافرز وفيزيولوجيكال بافرز. الكيميكال بافرز هم اول ما يتصدى للاسيد، والفيزيولوجيكال بافرز هم الريسبيراتوري والرينا هيشتغلوا بعد كده. بعد كده الفكره ان الكيميكال بافر اول ما يتصدى هو الحقيقه ان الكيميكال بافرز they do not eliminate the hydrogen. Chemical buffers do not get rid of the hydrogen. They just tie the hydrogen. بيكتفوه. بيمسكوا الهيدروجين بيكتفوه in a less harmful form. يعني هو هيدروجين لو كان مثلا strong acid هلاقي هيدروجين كتير في solution وبالتالي هيحصل عندي pH هتنزل بسرعة. فالكيميكال بافر شغلتها انها تحول لي ال strong acid ده weak acid. وتكتفه كده وتخليه لحد لما الفيزيولوجيكال بافرز اللي هما الفيزيولوجيكال سيستمز تشتغل عشان تإليمينيت. يبقى الكيميكال بافرز they work very quickly, they are the first line of defense, but their job is not to get rid of the hydrogen. Their job is to tie up the hydrogen, they just keep it in a less harmful form, which is a less strong acid. احنا عارفين لما يكون لما يكون في هيدروجين strong acid gives too much hydrogen ion in solution مش كده؟ فاذا انا يعني لو weak acid مش هيبقى dissociated جامد فهيديني هيدروجين قليل ions قليله فهيغير لي pH قليل. فاذا كل الفكره بتاعت الكيميكال بافرز is just to keep the hydrogen كده يعني ايه تتقي شره او تخليه in a form ما تغيرش pH جامد الى حين ان هو يبقى executed by the physiological buffers or by the other two
اوكي. الكيميكال بافر بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، بيتكون من ويك اسيد اند اتس سولد وذ ذا كونجكتيف بيز. يبقى الكيميكال بافر عباره عن تو اليمنتس، في اسيد، والاسيد ده كل ما كان ويك كل ما كان احسن، كل ويكر اسيد يبقى بيتر بافر، يبقى اتس فورمد اوف ويك اسيد اند ذا سولد اوف اتس كونجكتيف بيز. وزي ما قلنا بقول لك الكيميكال بافرز دو نوت اليمينيت هيدروجين، دي تراك اور تاي اب، دي تراك فري هيدروجين تمبوراري until it is eliminated by the other two systems. They trap it، يعني ايه؟ يكتفوه يكتفوه. They trap the free hydrogen in order until it is eliminated by the other systems. The relation between the pH and the ratio of the concentration of the buffer members is expressed by the Henderson-Hasselbalch equation. The Henderson-Hasselbalch equation is the equation اللي بتعبر عن the pH و ال relation بتاعت ال components of the buffer هما the salt والacid. الاثنين مع بعض هنقولها دلوقتي بتتعبر المعادله دي is very important لانه بنقدر منها نستنتج حاجات كتير قوي. ف يعني نعرفها ال equation دي وبعد كده منها هنستنتج. وبعدين we will discuss the equation regarding the bicarbonate buffer. ليه؟ لان ال bicarbonate buffer is the most important extracellular buffer. ولا الفوسفيت ولا البروتين، البايكربونات هو the most important buffer extracellular. That's why we always discuss this equation, the Henderson-Hasselbalch equation regarding the bicarbonate buffer. Okay؟ طيب الايكويشن دي بتقول انه ال pH of the buffer equals the pK plus log the salt concentration مقسوم على الاسيد، يعني الصوت بتاعه على الاسيد. هنا البفر عباره عن الاسيد ويك اسيد اند اتس سولد وذ كونجكت بيز، يعني مثلا كربونيك اسيد صوديوم بايكربونيت، فوسفوريك اسيد صوديوم فوسفيت. ف كلمه بي كي يعني it is the dissociation constant of the buffer، يعني اللي هي الكونستانت ات ويتش the two components of the buffer system are equal. يعني لما المعادله تتعادل كده يبقى ال two components of the buffer قد بعض، ده اسمه dissociation constant. لما المعادله تثبت، لما يكون الاطراف بتاعتها ثابته او قد بعض. adequate بالظبط، لما يكون adequate بالظبط، لما يكون البفر adequilibrium اللي هو بيكون الصود قد الاسيد الاثنين قد بعض the same concentration، هتبقى this is the peak or the dissociation constant. At equilibrium this is called dissociation constant. الإيكوليبريم اللي هو هي المعادلة دايما لما بنتكلم عنها بنقول ايه؟ يعني انه كربون دايوكسيد زائد مية هيديني كربونيك أسيد هيديني لما المعادله دي تبقى خلاص ثابته كده ما فيش حاجه بتروح ولا حاجه بتيجي. At the constant when this equation is at equilibrium ده اسمه the dissociation constant of this buffer system. اوكي؟ طيب. قلنا احنا we can apply the equation to any buffer بس احنا we will apply it to the bicarbonate buffer. The pH equals 6.1 which is the dissociation constant of the bicarbonate buffer. Each buffer has its own dissociation constant. Okay? And when the pH of any medium that at which this buffer works is close to its dissociation constant, this is the strongest the point of this buffer. So the buffer system is the strongest في أقوى حالاته لما تكون ال pH اللي هو بيشتغل فيها قريبة من ال dissociation constant بتاعه اللي هو فيه ال two components بتاعت ال buffer مالهم قد بعض. اوكي؟ يبقى عشان نحسب ال pH بنقول the pH equals 6.1 which is the dissociation constant of the bicarbonate buffer plus log ماشي؟ log of A ال bicarbonate وال bicarbonate احنا عارفين فيها كثافة الدم قلنا من 22 ل 26 بس احنا بناخد الرقم دوت دايما بناخده 24 الافرج للمعادله 24.
اوكي يبقى البايكربونات is 24. طيب بقسم على ايه؟ H2CO3 كربونيك اسيد. بس ال H2O3 انا بجيبه ازاي؟ بجيبه عن طريق ان انا اجيب ال B CO2، عارفين ال B CO2 40 صح؟ مضروبه في solubility coefficient of carbon dioxide. ليه؟ عشان الكربون دايوكسيد بيتحول الى كربونيك اسيد عن طريق ان هو اضرب التركيز بتاعه في solubility coefficient بتاعه بيدوب ديزولفز قد ايه. عشان احصل على كربونيك اسيد ما بجيبوش كده، انا بجيبه اني اضرب ال بي سي او 2 بي اي سي او 2 مش كده؟ الارتيريا سي او 2 مضروب في ايه؟ solubility coefficient. عارفين ايه الكلام ده؟ شايفين؟ تاني بي اتش، انا من المعادله دي بقدر احسب البي اتش بتاعت السيستم. انا هحسب، انا من هنا هحسب البي اتش بتاعت البلد. اوكي؟ طيب هقول ايه؟ البي اتش بتساوي البفر اللي بتكلم عنه انا البايكربونات بتساوي البي كي بتاعت البايكربونات. البي كي دي محسوبه خلاص، دي محسوبه وهي تساوي 6.1 دي اتحسبت خلاص. زائد لوج البيز على الاسيد، البيز على الاسيد ماشي؟ بي كي 6.1 لوج لوج مين البيز في البايكربونات بير بفر بير؟ الصوت 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 هنا اللي هو باي كربونات ماشي؟ واحنا عارفين ان الليفل بتاعها 14 والاسيد مين؟ كربونيك اسيد. كربونيك اسيد ده عباره عن 40 مليمتر مضروبة في solubility coefficient بتاعه 0.3 دول لو ضربهم في بعض هيطلعوا لي 1.2 اعملها كده تطلع النسبة دي كام؟ 20 log 20 log 20 ده كام؟ 1.3 log 20 is 1.3 يبقى انا لما اجمع 6.1 زائد 1.3 احصل على ايه؟ 7.2. اوكي؟ This is the Henderson Hasselbalch equation that can be applied to any buffer system. يعني ممكن بدل البيكربونات تحط الفوسفات تحط وات ايفر. بس احنا we usually use the bicarbonate لان دي بعد كده لما هاجي استخدمها هعرف امتى انا عندي اسيدوزز، امتى عندي الكالوزز، امتى دوت ريسبيراتوري، امتى دوت ميتابوليك، كل ده بعرفه من هذه المعادلة. اوكي؟ So we apply always the Henderson Hasselbalch equation for كل بقى الكونديشنز عشان نعرف الاسيد بيز ديستربنس اند وات ايفر. خلاص؟ يبقى تاني pH equals pK of any buffer system اللي انا هستخدمه في حالة البايكربونات 6.1 بعدين زائد log الصوت اللي هو احنا قلنا صوت of its conjugate base و its conjugate base is 24 هقسمه على الاسيد اللي هو 40 في solubility coefficient هيديني الكربونيك اسيد يبقى انا الصوت على الاسيد هيديني الحسبه بقى اللي احنا حسبناها دي هيديني بي اتش 7.4 ده النورمال. This is the normal صح؟ يعني انا لو انا عندي normal بي اتش لازم يكون البايكربونات بفر 24 لازم يكون الكربونيك اسيد 1.2 اللي هي الحسبه ال 40 في 0.03 دي ده نورمال ليفل. طيب الافكتفنس بتاعت الكيميكال بفر بتتحدد بيه، يعني ازاي اقول ان الكيميكال بفر ده احسن من الكيميكال بفر؟ وليه البايكربونات هو ذا موست افكتف كيميكال بفر؟ بالرغم من ان تركيزه مش كبير قوي يعني 24 not so big. ولكن الاول نقول الايفكتس كل البفر الايفكت كيميكال بفر الايفكتس بتاعته بتتحدد. اول حاجه البي كي زي ما قلت لكم كل ما كان البي كي اوف اني بفر سيستم قريبه من البي اتش ات ويتش ذيس بفر سيستم از وركينج هيبقى مور ايفكتف.
هيبقى طول التركيز التو كومبوننتس قد بعض and this is the most اكتر نقطه قوه للبفر لما يكونوا الاثنين قد بعض. كويس؟ طب انتوا تشوفوا كده البي دي ايه بتاعت الماي كربونيت قريبه من البي اتش في البلازما؟ لا لا الحقيقه بتعدل انت ده بعيد قوي 6.1 7.4 دي كميه هيدروجين كتير قوي بس احنا عشان عاملينها لوج باينه كانها رقم صغير بس هي لا طبعا لو حسبتيها بكميه قد ايه هيدروجين ايونز هتلاقي كتيره. اوكي؟ فلا الحقيقه ان البي كي اوف ذا بايكربونيت بافر سيستم از فار فروم ذا بي اتش ات ويتش ذا بايكربونيت ورك. يبقى دي نقطه مش نقطه قوه صح؟ طيب دي قلنا ان الكلوزر ذا بي اتش اوف ذا اكسترا سيلر فلويد للبي كي اوف ذا بافر ذا مور افكتيف ذا بافر از. اول دي اول نقطه للافكتيفنس اوف ذا بافر مش قويه في حد بايكر بيقول. طيب تاني ازاي تاني نقطه قوه لا مش تاني نقطه قوه مش نقطه تاني نقطه قوه هقولها انا بقى الامام دي موجوده صحيح خدت بالي دي اماونت كميته وانا قلنا برضه ان الكميه مش كبيره قوي. امال ليه عمالين نقول ان الباي كربونيت بافر سيستم از ذا موست امبورتنت بافر سيستم هو ده ال طب ايه الاكتيفيتي؟ كنترول اوكي انت طيب برافو عليك كنترول ذا كومبوننتس اوف ذا باي كربونيت بافر ار كنترول يعني الكربون دايوكسيد كنترول ريسبيراتوري سيستم والباي كربونيت كنترول بالكدني. يبقى اذا انا اي حاجه هتحصل ده يزيد او ده يعمل بسرعه هتتظبط. الكربون دايوكسيد لو زاد حاجه اكسباير الباي كربونيت لو قلت بسرعه جدا الكدني هتطلع الهيدروجين وترجع. فاذا الديبري او نقدر نقول عليه ريبلانش يعني بنقدر الجسم بيعوضه طول الوقت. فطول الوقت البفر ده الجسم عمال يعوضه اي نقص فيه اي حاجه بتنفخ فيه يرجعها. فاذا ده متجدد نقدر نقول في طاقه متجدده للبفر المتجدد اتس اول ذا تايم ريبلانش فالجسم بيرجع كومبوننتس. فبالتالي ذيس از ليه هو از افكتيف بفر لانه اتس اول ذا تايم متجدد والجسم يتحكم فيه. اوكي عن طريق الريسبيراتوري سيستم وعن طريق الكيك. طيب زي ما احنا يعني بنقول انه بما ان الهندسون هاز الباث ايكويشن دي يبقى اذا البي اتش هتعتمد لازم على الريشيو ده صح؟ يعني according to هندسون هاز الباث ايكويشن ذا بي اتش ديبيندز على هذا الريشيو صح؟ يعني الريشيو ده هو اللي هيحدد لي البي اتش خلاص ما البي كذا صح؟ البي كذا طيب طب ازاي؟ سيبوا ده وتعالوا نبص هنا، بصوا معايا هنا. هتقولوا لي انتوا لو حصل ان الصوت ده زاد اللي هي الباي كربونيت زاد. What will happen to the pH؟ هزيد. جميل؟ يبقى زيادة الصوت هيزود الـ pH. طيب يبقى طبعا معناه قلالات لو الصوت قل هتقل الـ pH. الريشيو هيقل. طب ولو الصولت ولو الكربون دايوكسيد زاد هيحصل ايه؟ ايوه بالظبط لو الكربون دايوكسيد زاد هتقل الـ pH لو الكربون دايوكسيد قل هتزيد الـ pH. طبعا هي شكلها كده يعني ممكن تلخبط شويه بس يعني لسه هنقول تاني يعني. اوكي بقى انا عندي دلوقتي ال pH of any of the medium اللي هنتكلم عنه بالنسبه للمعادله دي بتوقف على الريشيو ده اللي هو الصوت على الاسيد خلاص؟ طيب لو زاد الباي كربونيت increase in the باي كربونيت increase the pH زاد البسط فبالتالي زادت قيمه الريشيو فزادت ال pH. وبالعكس لو قلت ال pH يبقى قيمه الريشيو ده قلت يبقى ال pH هيحصل لها ايه؟ هتقل. طب بالنسبه للمقام لو الكربون دايوكسيد زاد يبقى الريشيو ده يحصل له ايه؟ هيقل زي بالظبط بالظبط زي ما يحصل ديكريز في البسط يعني لما يحصل ديكريز في البايكربونات. فاذا هتقل البي اتش لو قل الكربون دايوكسيد هيحصل ايه؟ هتزيد البي اتش.
نقدر نترجم الكلام ده زي ما احنا عارفينه، اللي هو يعني احنا عارفين انه لما البايكربونات تزيد معناها الكالوزيس، مش كده؟ لما البايكربونات تقل معناها اسيدوزيس، لما الكربون دايوكسيد يزيد اسيدوزيس، الكربون دايوكسيد ده اسيد، لما الكربون دايوكسيد يقل معناها الكالوزيس. اوكي؟ يعني احنا عارفينها بس هنا ترجمتها على المعدل. طيب في حد تاه؟ تاه ولا ايه؟ اوكي عرفنا خلاص البفر اللي هنطبقها، وعرفنا البايكربونات بفر، عندنا بفرز ثانيه احنا قلنا تبع البايكربونات بفر، عندنا الفوسفيت بفر اللي هو داي هيدروجين فوسفيت ومونو هيدروجين فوسفيت الاسيد والبيز. اتعرفنا على الفوسفيت بفر ده فين قبل كده؟ بتاعه الكيدني صح؟ دي ستالي لما الهيدروجين بيبقى سكريتد من منين؟ من انهي سيل؟ برافو عليك. الانتر كاليتد سيل ازاي؟ ايوه برافو، اي تي فيز، في بامب، هيدروجين بامب. دي بامب كويس قوي؟ برافو عليك. في طريقه ثانيه. والبوتاسيوم برافو عليك، في بيخرج ومع مع ودي هاو بوتاسيوم از ري ابزورب، احنا قلنا ري ابزورب في الانتر كاليتد وده مش ده اكتر حاجه بتحصل، بيحصل مع الدبليشن ده ده كويسين قوي، برافو عليك نجحت. ماشي؟ طيب بعد كده غير البايكربونات فوسفيت والبروتينز، عندنا بروتين بفر كتير جدا، حاسين البروتين از بفر، عندنا بلازما بروتينز، عندنا هيموجلوبين، وعندنا تيشو بروتينز. اوكي؟ فكل دول برضو بفرز. دول كل الكيميكال بفرز الموجوده، اوكي؟ طيب الرسمه دي بتورينا ليه؟ بصوا بصوا دي بي كي، ده بايكربونات بفر. شايفين البي كي؟ دي لما بيكون البفر التو كومبوننتس اللي هما شايفين البفر ان ذا فورم اوف بايكربونات وبفر ان ذا فورم اوف كربونيك اسيد وكربون دايوكسيد، شايفين؟ ده قد ده. This is the PK of any buffer and it is في الوقت ده it is most powerful. خلاص؟ يبقى هنا دي PK بتاع البايكربونات بفر حيث التو كومبوننتس قد بعض and this is the strongest of region of maximum buffering capacity. اوكي؟ okay؟ احنا نورمال pH بتاعت البلاد فين؟ اهي فوق 7.4 بعيدة. ماشي؟ طيب دي المعادله بتاعتنا اللي هي اللي احنا عارفينها مش كده؟ اللي هي سيودو كربونيك انهيدريت عارفينها؟ اوكي طيب احنا قلنا الكلام ده بتاعي بتاع البايكربونات اللي هو الكوبولاز ار فيسيولوجيكالي كنترول، البي كي از فار فروم ذا بي اتش اوف ذا بلاد، ذا اماونت از نوت فيري لارج، changes to pH resulting from one member are corrected by changing the other. يعني لو انا مثلا عندي هنا البايكربونات زادت لازم يحصل ايه عشان الدنيا تتظبط؟ لازم الاسيد يزيد صح؟ كده يعني لو انا البايكربونات زادت عشان الدنيا تتظبط لازم يحصل زياده في الاسيد صح؟ يبقى في الحاله دي الريشيو ما اتغيرتش او ما اتغيرتش كتير لانه طبعا في حالات بيحصل تشينج بس يعني ما بيبقاش كبير، يعني الجسم بيحاول يظبط ممكن ينجح او ينجح بارتلي عشان بنقول في الحاله دي بيبقى بارشلي كومبنسيت بارشلي بيكومبنسيتد الامور بس بارشلي. ماشي؟ فاذا انا عندي لو زاد فبالتالي اي تشينج في البي اتش ريزلتد فروم وان ممبر اي ممبر فيه في الاثنين هتبقى كوركتد او تتصلح بانه الممبر الثاني يتغير زي ما احنا شفنا كده. وبعدين الكلام اللي قلناه انه تشينجز في البايكربونات على مناور. اي تغيير في البايكربونات يبقى اسمه ميتابوليك. يعني لما البايكربونات يتغير ده ميتابوليك. لما الكربون دايوكسيد يتغير يبقى ده سبايسيك. سواء بقى سيدوز او الكربونات. البايكربونات التغيير فيها معناها ميتابوليك، الكربون دايوكسيد التغيير فيه معناه ريسبيرتوري. اوكي؟ طب يعني البفر الثاني اللي هو الفوسفيت
زي ما قلنا هو ما هوش بفر امبورتنت اكسترا سيلولي لانه تركيزه قليل قوي في الاكسترا سيلولي 1 ملي مول بير ليتر، لكن مهم فين؟ اللي خدناها اللي هو في رينا تيوبولار فلويد وانترا سيلولي. جوه السيل عندنا بروتين وعندنا فوسفيت ودي قاعده، واحنا عرفنا انه بيحصل في اكسشينج ما بين البوتاسيوم والهيدروجين وكمان في ما بين الكالسيوم والهيدروجين. فبالتالي الانترا سيلولار بافرز دي كان بافر بيشتغلوا، لكن هم اقوياء كله، لكن عبال ما بيحصل دخول الهيدروجين ليهم بياخد وقت لان ده مش بسهوله، يعني تشينج ما بين الهيدروجين والبوتاسيوم او وات ايفر اتس نوت فيري ايزي. فبالتالي دخول الهيدروجين بيبقى بياخد وقت. فبالتالي الانترا سيلولار بافرز دي باك اب، يعني ك ك ك ك باك اب يعني ايه؟ باك اب يعني ايه؟ احتياطي او يعني بيباك اب البلازما او البلازما، لكن بقطع يعني الهيدروجين بيخش لهم انت بتتفخر جوه السيل بس تيكس لونجر بقى. اللي في الفوسفيت بافر بيجي تحت 6.8 يعني قريبه من البي اس بس مش اتس نوت باور بافر اكسترا سيلولار. طبعا الهيموجلوبين ده فيري سترونج بافر، خدت الكلام ده طبعا في البلاك ريسبيريشن. لا هاتوها يا مش هرضى منك دي الحقيقه، طبعا نفسكم تقولوا لا بس مش هرضى ظهره. طيب طبعا الهيموجلوبين اذا فيري سترونج بافر لانه ليه؟ كتير كتير مش كده؟ عندنا هيموجلوبين اكتر من البلازما كتير بس. فالهيموجلوبين عنده بافر كاباسيتي 6 تايمز البلازما بروتين عشان هو كتير، لانه انا عندي 16 جرام في الدي سي ليتر، يعني عندي كام جرام في البلازما؟ عندي 700 جرام اوف هيموجلوبين في البلازما. البروتين تركيزهم كام؟ البلازما بروتين 7 جرام 7 جرام 7 جرام في الدي سي ليتر، هنا 16 مين احسن بفر احسن؟ الديوكسي هيموجلوبين ولا الاوكسي؟ الديوكسي ليه؟ ويك اسيد. ديوكسي هيموجلوبين از ويكر اسيد ذان اوكسي هيموجلوبين. احنا قلنا كقاعده انه كل ما كان الاسيد بتاع البفر بير بير اللي هو الاثنين بير، كل ما كان الاسيد او البفر بير ويكر كل ما كان البفر احسن، لانه الويك اسيد از نوت جيف ماتش هيدروجين ايونز ان سوليوشن، فبالتالي مش هيغير لي البي اتش قوي. الديوكسي هيموجلوبين از بيتر بافر علشان هو از ويكر اسيد ذان اوكسي هيموجلوبين. البي كي بتاعت الهيموجلوبين بافر 6.8 برضه قريبه من الصوره دي طبعا الشهيره كل رايت شيفت في لندن. طبعا عارفين برجر همبرجر عارفينها ولا بوترو بسرعه بوترو بسرعه احنا عارفين انه احنا عند التيشوز هنا طبعا الهيموجلوبين جاي اهو اتش بي او 2 جاي اكسجين اند اكسجين بي ديليفر تو ذا تيشو خلاص الهيموجلوبين ما عندوش اكسجين في نفس الوقت التيشوز جايباني كارون ده جزء منه قليل قوي بيبقى ديزول ان ذا بلازما وبعد كده جزء بيدخل الار بي سي طبعا زمان جزء منه صغير برضه بيبقى ديزول زي بتاع البلازما ده بس مش مهم. بعد كده جزء صغير برضه بيمسك فيه الهيموجلوبين مع ان اتش 2 بيبقى يعمل ايه؟ ان اتش سي او او اتش عارفين؟ ان اتش سي او او اتش اللي هو اسمه ايه؟ كربامينو هيموجلوبين جزء من الكربون دايوكسيد بيمسك في الامينو اسيد بتاع البروتين بتاع الهيموجلوبين البولي بيبتايد تشين ويعمل كربامينو هيموجلوبين وادي شكله اهو ان اتش 2 هيبقى ان اتش سي او او اتش. الجزء الاكبر خالص اللي هو كربون دايوكسيد مع الميه لانه الار بي سي فيها كربونيك انهيدريز فبالتالي هذا الرياكشن هيتم فيري فيري افكتفلي او افشنتلي 3000 مره اكتر من البلازما وهيديني القصه ايه؟
get a hydrogen and vitamin. The hydrogen will be buffered by HB, هو reduced hemoglobin. فهمت؟ acid reduced hemoglobin. HHB. صح؟ hemoglobin. وكل ما الهيموجلوبين لما بيسيب الاكسجين اكتر بيقدر يمسك ايه؟ هيدروجين اكتر، هلدين وبخر وحاجات كده، صح؟ ايه؟ ما قلتش حاجة غلط. الهيموجلوبين هيبقى بفر، قصدي الهيدروجين بفر للهيموجلوبين، والبايكربونات بتخرج، وعلشان الالكتريك بيدخل بدلها كلورايد بتتسمى كلورايد شيفت فينول. اوكي؟ يبقى this is the buffering effect of the hormone. اوكي؟ وزي ما قلنا ان دي اوكسي هيموجلوبين هو اللي بيبفر اكتر، هو المور افكتيف بفر. في نقطة دي مهمة، ان كمية الهيدروجين اللي بتبقى بفر للهيموجلوبين بتعتمد على كمية الهيموجلوبين الموجودة. لو حد عنده انيميا، ودي بتحصل طبعا كتير قوي في الناس عندهم كرونيك رينال فيلر، عندهم سيفير انيميا. ليه؟ مفيش اريثروبوتين. فعلا بيبقوا ريلي سيفير انيميا، يعني وشهم بيبقى يعني ليه لون مميز جدا، فيري يعني صعب جدا، فيري فيري مش بيل بس بيبقى وحش قوي، لون غريب يعني. فالانيميك دول الناس دول هيبقى عندهم مشكله ان ممكن يحصلهم اسيدوز نتيجه في الهيموجلوبين عالي من العادي، فمش مش نافع البفر كباستي قليله ان هو اقل. فده واحد حتى من الفاكتورز اللي ممكن تساهم في حدوث الاسيدوزس في الناس اللي هم عندهم سيفير انيميا زي اللي عندهم كرونيك انيميا. الانترا سيلر بفر مش مش كلام كتير عليها، احنا بنقول ان هي عباره عن بروتينز و اورجانيك فوسفيت. وزي ما قلنا دي باك اب الاكسترا سيلر فلويد عن طريق الاكسشينج ما بين الهيدروجين والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. برضه ملحوظه او حاجه بتحصل انه برونج ميتابوليك اسيدوزز ديبليتس السيلز من البوتاسيوم اند ديبليتس ذا بونز فروم كالسيوم. كده؟ صح؟ صح؟ ايوه هو ده بالظبط، هتحاول كده الهيدروجين يخش عشان عندي وعندي اسيدوز، ومين يخرج؟ الكالسيوم في حاله البول، فيحصل ديبليشن للكالسيوم. التلسان ممكن البوتاسيوم بتاعها يقل لانه احنا بنقول سيفير او يعني مش يعني برولونج ميتابوليك اسيدوز، يعني ميتابوليك اسيدوز فور لونج تايم هيعمل كده، هيديبليت السيلز من الارمز بتاعتها علشان الهيدروجين بيحاول يدخل علشان الاسيدوز تتصلح، فيدخل الهيدروجين ويخرج بداله الكاتالس دي. اوكي؟ طيب قلنا ان الكباسيتي بتاعت الانتر سيلر بفر هي سيميلر للاكسترا سيلر، لكن الاي اكسشينج از سلو بروسس. فبالتالي عشان الليمتد بيربيبيلتي ايه؟ فما ايه؟ فما ايه؟ احنا هنتكلم دلوقتي على مش على الكدني عموما، بنتكلم عن اي سيل. على اي سيل، اي سيل لو انا عندي هيدروجين كتير بره، الهيدروجين دايما بيحاول يخش الكالسيوم والبوتاسيوم، ممكن يعمل كده يشينج بالكالسيوم، بس الايفكت بتاعه على الكالسيوم ان هو يعمل ديبليشن اوف كالسيوم بيبان على ايه؟ على البون. يعني اكسس كالسيوم بره طول الوقت عاوز يدخل جوه السيل عشان يقلل الاسيديتي او عشان يرفع البي اتش هنا. انا الفلوس دي اسيديك، يعني معناها لو بي اتش، يعني معناها هيدروجين كتير. فالهيدروجين كتير ده بيحاول يجد له مخرج، فبيعمل ايه؟ بيحاول يخش ان اكسشينج ويز باتاكاينز اللي جوه السيل. ماشي؟ كل ما الهيدروجين بره يزيد، يعني معناها بي اتش بيقل، كل لما الهيدروجين ده كتير يحاول يخش جوه السيل علشان البي اتش تتحسن ترفع شويه. هو السيل بيدخل
سير بادي كده يعني التوبولار يومن فيه عندها كمان الدوت وعندها التاني بس التاني في اليومن وده فاهمين سؤالها؟ Thank you.